معنا من العاصمة الأردنية عمان السيد سيركس تشوبريان، وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيركس، ودعنا الله يزيد أوقاتك نقرأ معك محضر الاحتياط الفيدرالي وكيف يؤثر على معدلات الفائدة في تقديركم. محضر الفيدرالي الأمريكي يوم أمس كان بالنسبة لي شخصيا فيه بعض المفاجآت، حيث كانت التوقعات سابقا بالفعل تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي لن يقوم بأي خفض بالفائدة خلال الشهرين المقبلين، لكن بعد محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم أمس أصبحت التوقعات حاليا تظهر بأن الفيدرالي الأمريكي ربما لن يقوم بخفض الفائدة خلال النصف الأول كاملا من هذه السنة، ما لم تحصل طبعا صدمات اقتصادية أو شيء خارج عن المألوف. فقد أشار الفيدرالي الأمريكي بأنه قد يتغاضى عن ارتفاع أو انخفاض التضخم قليلا ما دون النسبة المستهدفة عند 2%، والتضخم حاليا بحسب مؤشر PCE الجوهري يقع عند 1.6%. فعلى ما يبدو الفيدرالي الأمريكي حاليا أصبح أكثر تقبلا لواقع التضخم، بل وأنه لا يستبعد حاليا بعض الضغط على التضخم مع الانخفاض الذي شهده سعر النفط وأدوات الطاقة خلال الفترة القصيرة الماضية، وهذا بالتالي وربما يكون واحد من الأسباب التي دفعت الفيدرالي الأمريكي للإشارة إلى أنه سوف يتغاضى عن بعض الحركات في مستويات التضخم كإشارة ضمنية بأن أسعار الفائدة الحالية ربما ستكون مناسبة، وبذلك ابتعدت أكثر أي احتمالات لخفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الأول من هذه السنة على الأقل. سيد سيركس، ننتقل إلى الصين، وفي ظل هذا الفيروس فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الصيني، تدخل بنك الشعب الصيني وطرح أو المزيد من التحفيز النقدي وتخفيض بأسعار الفائدة. إلى أي مدى ستساهم هذه الخطوات فعلا في احتواء تأثير فيروس كورونا؟ الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني تعتبر بالفعل هي داعمة ومحفزة للاقتصاد، لكن بحسب ما مر علينا بالتاريخ من كيفية تحفيز الاقتصاديات التي تتعرض لأزمات، ربما لن يكون البنك المركزي وحده قادر على منع التباطؤ الاقتصادي في الاقتصاد الصيني حاليا، والتوقعات حاليا بدأت تشير إلى نمو مقداره 3.5% خلال الربع الأول، بل إن هنالك توقعات أسوأ من ذلك، وعلى مدى العام كاملا ربما تنخفض مستويات النمو إلى 5.2% في التوقعات المتفائلة، لكن هنالك توقعات أن نرى انخفاض على مدى هذه السنة كاملة إلى مستوى 4.5% فقط. لذلك يجب أن تشارك الحكومة الصينية بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد، لأن الاقتصاد حاليا يعاني من مرحلة اقتصادية صعبة وضغوط كبيرة بفعل تفشي فيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس هي بحد ذاتها ضاغطة على الاقتصاد الصيني. لذلك مع استمرار البنك المركزي الصيني في سياساته الداعمة للاقتصاد، يجب أيضا على حكومة الصين أن توزع استثمارات جديدة وتبدأ استثمارات جديدة داخلية في الصين مهما كان في أي قطاع، وذلك لدعم الاقتصاد. فأعتقد أن الإجراءات التي يتخذها بنك الشعب الصيني ربما لن تكون كافية، ويجب أيضا أن يرافقها تدخلات من حكومة الصين نفسها. نعم سيركس، يعني صندوق النقد الدولي في ظل كل هذه المستجدات يثبت ربما من توقعاته للنمو العالمي الاقتصادي ب 3.3%، لكنه عبر عن قلقه من تفشي فيروس كورونا وإمكانية احتوائه. إلى أي مدى هذه التوقعات ربما منسجمة مع الواقع في تقديرك؟ ودعنا نتحدث عن الذهب ومحافظته على 1600 نقطة في ظل هذه الظروف. نعم، صحيح الكلام بالنسبة لتصريحات صندوق النقد الدولي التي أشار فيها إلى أنه يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي من 2.9% خلال عام 2019 إلى 3.3%، لكن أيضا لاحظت من ضمن تصريحات التي أشار فيها إلى هذه التوقعات إلى أن هذه التوقعات مبنية على فترة زمنية قصيرة من تأثيرات فيروس كورونا، وأشار وشدد بشكل قاطع وواضح بأن الأمور لم تكن واضحة حتى هذه
هذه اللحظة ونحتاج المزيد من الوقت لتقييم تأثير فيروس كورونا. فالتوقعات التي أشار فيها صندوق النقد الدولي إلى احتمال نمو 3.3% ربما تكون مبنية على آمال احتواء الفيروس في فترة زمنية قصيرة، لكن في حال امتدت الفترة الزمنية ربما نرى تدهور في التوقعات، بل تدهور حقيقي في الاقتصاد الصيني ربما ينعكس أيضا على الاقتصاد العالمي ككل. وهذه التوقعات أيضا بالنسبة لاحتمالية حصول تدهور اقتصادي بالصين وينتقل على شكل تباطؤ ملموس في الاقتصاد العالمي حفزت بالفعل أسعار الذهب للارتفاع، لكن ليس فقط القلق والتشاؤم من انتشار فيروس كورونا هو الذي دعم ارتفاعات أسعار الذهب، بل هنالك ظروف أخرى مثل توقعات توجهات البنوك المركزية حول العالم نحو سياسات التسهيل والتحفيز الاقتصادي، وهذا بحد ذاته داعم لأسعار الذهب. لكن في نفس الوقت أرى الارتفاعات الكبيرة في الدولار الأمريكي، فارتفاع الدولار الأمريكي حاليا قد ربما سيعيق ارتفاع أسعار الذهب بشكل متواصل. بل لو نظرت إلى النظرة الفنية لأسعار الذهب فهنالك مستويات 1622 ربما تكون صعبة على أسعار الذهب، ولا يمكن تأكيد امتداد الاتجاهات الصاعدة على المدى القصير فقط إلا من خلال الثبات فوق هذا المستوى، وإلا شهدنا بعض التصحيحات الهابطة. سيركيس تشوبريان وأنت محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الحاضر الأردنية عمان.